الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة. أهلا وسهلا. كالعادة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعدها الحوارات. بداية الأخبار، عقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء، وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الاجتماع تناول مستجدات الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطورات الأمنية الراهنة، حيث وجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين. كمان تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومفاوضات سد النهضة، بجانب مستجدات الأداء الاقتصادي للدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء الخارجية والبترول والثروة المعدنية والعدل والموارد المائية والري والداخلية والمالية والتجارة والصناعة ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي. وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي. كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصة تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة وتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز. ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة القادمة على المزيد من مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار. كما تم استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية. على جانب آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة عمل الوزارة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة نحو خلق مجتمع قوي متماسك واعي بقضايا وطنه، فيما استعرضت وزيرة الثقافة خطة عمل الوزارة التي تضمنت 7 برامج رئيسة تتمثل في تطوير المؤسسات الثقافية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتنمية الموهوبين والمبدعين.
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هلا زايد أنه سيتم اعتبارا من الأول من شهر يناير القادم البدء في تحصيل المساهمات من المواطنين بمحافظة بورسعيد في منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة سير العمل المنظومة في بورسعيد، حيث أكدت أن الدولة ستتحمل مساهمات المواطنين غير القادرين. الغرض ان انا اتاكد من كفاءه الخدمه الطبيه ومن تكلفه الخدمه. ان شاء الله من واحد هيتم تحصيل المساهمات من المواطنين. المساهمات يعني 10% من ثمن الدواء والفحوصات سواء اشعه او تحاليل، هيتم تحصيلها من واحد من الغير قادر مش هنحصل منه والدوله اللي هتكفله. الغير القادر هيدفع 10%. تاكدنا من وجود 109 مكنه تحصيل والناس اتدربت عليها، مصرين على ان احنا نشتغل على محاور الكفاءة الطبية وتكلفة الخدمة علشان يبقى فيه استدامة. الارض بتتحرك بشكل ايجابي جدا. تغيير الثقافة بيحتاج متابعة حثيثة. انا واثقة في الناس والناس حقيقي مقدم الخدمة قد الثقة، والمواطن بورسعيدي مواطن متمدن او متحضر بيستجيب للأنظمة العمل الجديدة. من جهة أخرى أكدت وزيرة الصحة أن الوزارة تطبق 10 إرشادات لمنظمة الصحة العالمية لجعل مصر خالية من فيروس سي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وأوضحت الدكتورة هلا زايد أن من بين هذه الإرشادات الحقن الآمنة وسلامة إجراءات نقل الدم. منظمة الصحة العالمية ماشية معنا في 10 إجراءات بنطبقها علشان تعلن مصر خالية من فيروس سي، منها الحقن الآمن اللي هي استخدام السرنجات ذاتية التدمير من 1/7/2020. لن يسمح في مصر قطاع عام أو خاص باستخدام سرنجات 10 سنتي فما أقل غير ذاتية التدمير. ومأمونية نقل الدم واستخدام الدم برضو ديت من الإرشادات اللي منظمة الصحة العالمية حطينا المعايير ديت، وتبني مجلس الوزراء ليها ده تبني سياسي عالي أشادت به منظمة الصحة العالمية لتعميم هذه السياسات، سياسة الحقن الآمن اللي هي السرنجات ذاتية التدمير وسياسة نقل ومأمونية الدم ديت، علشان هيبقى فيه تفتيش وهيبقى فيه تأكد من ان احنا ماشيين بالمعايير دي عشان نحافظ على مكتسبات مصر من إخلاء من فيروس سي. بروح مع حضراتكم من بورسعيد إلى محافظة الإسكندرية، حيث وقعت محافظة الإسكندرية وصندوق تطوير المناطق العشوائية بروتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة. وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أنه سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية والواقعة، وهي نقول المناطق مع حضراتكم هي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة إبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة. هذه الأماكن واقعة بـ5 أحياء، هي حي أول وتاني والمنتزه وحي العجمي وحي وسط وشرق، وذلك طبقا لأولويات محافظة الأسكندرية. وكمان أوضح أن أعمال التطوير تخدم حوالي 2 مليون نسمة من سكان محافظة الأسكندرية، والتكلفة بتقدر بحوالي 811 مليون جنيه، وبتشمل أعمال التطوير ورصف وإنارة الطرق وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام. طيب، للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. اهلا، مساكم سهلا طيبين. اشكرك يا فندم. دكتور، يعني تطوير هذه المناطق، انا بس عايز يعني في الخبر كلمه موجوده بيقولوا المناطق غير المخططه، يعني اللي ما كانتش داخله في الخطه، حضرتك وضح لنا. لا، احنا عندنا طبعا يعني العشوائيات تقسم الى 3 اشياء. الغير امنه اللي ست رشده تكليف بيها، طبعا غير امنه على الحياه على الصحه على المال. تمام، دي خطوره عاليه. كل ده الغير امنه اللي احنا خدنا بيها تكليف مباشر من ست الرئيس من 2016 تنتهي معانا في 2020 باذن الله. عظيم. الشق الثاني اللي هو المناطق غير مخططه، غير مخططه دي اللي هي عمارات ومناطق طلعت بدون تخطيط، بدون اشتراطات بناء، طلعت مخالفه للقانون وللبناء وللاشتراطات والتراخيص.
هنا الاماكن دي طلعت طبعا بينقصها حاجات كتير جدا، يا اما ينقصها غير موجود الشبكات، ميه، صرف صحي، كهرباء، طرق، اناره، ارصفه، تمام، او يكون فيها الشبكات ولكن السعه السكانيه، كثافه السكانيه سعه هذه الشبكات لا تستطيع ان تقضي تكفل الحياه. يعني كان خط ميه موجود بيخدم عماره ثلاث ادوار، دلوقتي العمارات دي بقت يعني بقت ابراج، فبالتالي خط الميه او الصرف بقى مش متحمل هذه الكثافه السكانيه الضخمه. يعني احنا عندنا الحسابات بتقول ان الكثافه السكانيه 150 فرد على الفدان، بعض الاماكن دي بتصل ل 700 فرد على الفدان. فتخيل حضرتك اضعاف ازاي؟ اذا حتى لو في شبكات لا يمكن ان تستوعب حجم هذه الكثافه من السكان. وكمان الطرق، وكمان الطرق يا دكتور ممكن تكون الطرق مش ممهده بشكل جيد، فبالتالي انتم بتتعاملوا مع هذه الامور ايضا. طبعا ده اكيد ان هو مش ممهده كمان، ده هي يعني اصلا كمان شوارع ضيقه جدا بتبقى اقل من 6 متر. هنا بنحاول نعمل بقى يعني لو ما قدرناش نعمل اسفلت بنعمل انترلوك، بحيث ان احنا لازم يبقى في حلول للناس دي تعيش صح. صحيح. هم عاشوا يعني او الظروف اجبرتهم الحياه في منطقه اقل مستوى الحياه المطلوب، احنا بنحاول نساعد الناس ان نطلع بيها زي ما عملنا في الغير امن، نطلع دلوقتي بالناس لمستوى الحياه المناسب بيها، يكون عايش في مكان فيه ميه، فيه صرف صحي، فيه كهرباء، فيه اناره، فيه طرق، فيه ارصفه، ابنه ينزل يلعب في الشارع ما يطلعش متبهدل، صحيح، يطلع امن. الناس تروح تيجي بالليل راحة جاية بقى في إنارة في الشوارع. وكمان الناس كمان يا دكتور استكمالا لكلام حضرتك تحس أن الدولة موجودة في مثل هذه الأماكن. هم طبعا طلعوا في أماكن وعملوا أماكن غير مخططة بشكل كبير، لكن الدولة بتقول يا جماعة إحنا موجودين بنحاول نصلح اللي ما كانش موجود خلال الفترة السابقة. كمان أنا سعيد أن أنتوا حاطين وقت محدد أن هيتم تطوير هذه المناطق خلال عام. إحنا حاطين خطة، عندنا احنا كده امن هنخلصه 2020، عندنا ودي رؤيتنا يعني عندنا 2020 وعندنا خط ثاني اسمه 2030، رؤيه مصر 2030 بنقول احنا الغير مخطط ده كله هينتهي، فحاطين كل شيء بخطه، كل عام لازم يكون منفذين الخطه والا هيحصل تراكم على الخطه بتاعتنا، فاحنا خطتنا كلها موضوعه وعارفين كل سنه هننفذ حجم قد ايه من القضيه بتاعتنا ولازم ننفذه طبقا للمخطط والا هيحصل تراكم او يحصل فشل للخطه، فده فعلا بيحط توقيتات والتوقيتات دي احنا بنضغطها واحنا شغالين كمان لان بندخل عليه بنعمل اوفرلابنج ما بين السنه دي والسنه الجايه على طول، كل سنه بندخل اوفرلابنج بين السنه دي والسنه الجايه. ان شاء الله تشرفنا يا دكتور نتكلم بشكل تفصيلي عن الشغل الكبير اللي بيقوم بيه صندوق تطوير العشوائيات، انا بشكرك جدا الدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه، شكرا جزيلا. ذكرت وزارة السياحة أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مجموعة وزارية جديدة للنظر في قضايا القطاع السياحي وخدمة المستثمرين للنهوض بالقطاع السياحي، وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس السيسي أعطى تكليفاتي بتقديم كل الدعم والمساندة لخدمة القطاع السياحي وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين. من جانبها توقعت محافظة البحر الأحمر أن يشهد القطاع السياحي في المحافظة خلال الفترة القادمة ازدهارا كبيرا، مشيرة إلى أهمية القطاع السياحي ودوره في توفير وخلق فرص عمل لعدد كبير من المواطنين. طيب ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مجدي العداسي الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة. أستاذ مجدي برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك. يعني الرئيس اليوم أو وزارة السياحة بتقول إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مجموعة وزارية لحل كل المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي وخدمة المستثمرين، وكان في تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بحل كل المشاكل التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع. رأي حضرتك في دعم الدولة للقطاع السياحي خلال هذه الفترة؟ ده خبر عظيم الحقيقة، أنا نفسي كنت بنتظره من فترة كبيرة جدا تشابك الوزارات وعملها في القطاع السياحي مما أضرت بالقطاع السياحي بشكل شديد جدا. احنا وقعنا في كماشة بين الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد 25 يناير وتأثر السياحة بالشكل السلبي اللي احنا ما زلنا نعاني منه حتى هذه اللحظة. صحيح. وللأسف هذه المعاناة احنا وما زلنا يعني الإنسان المريض اللي كله بيجي يزوره وما حدش بيحط له العلاج ولا حد بيتفاهم معاه او يفكر معاه في تلك احنا تضررنا من كل الجهات الحكوميه تقريبا، مش لان الجهات الحكوميه
لا تقوم بعملها، ولكن لأنها تناقضت مع بعضها البعض وكل منهم أخذ نصيبه من الصحة المريضة وترك المريض كما هو، لم يبطل أحد لأداء هذا المريض. خبر اللي أعلن عنه سيادة الرئيس ووزارة السياحة وخبر عظيم الحقيقة، ولكن أنا لي تعليق صغير. تفضل يا فندم. إن الرئيس عندما حكم عندما في بداية حكمه لمصر وصف مصر بأنها شبه دولة وأنه في سبيل تكون دولة كاملة بكل مؤسساتها. الحقيقة هذا التصريح في وقته أنا عن نفسي كنت مؤيد له تماما، وعرفت أن هذا بداية الطريق، لأن عندما تعرف المرض تستطيع أن تعالجه. صحيح. ولكن كل الجهات الحكومية لم تكن على قدر مسؤولية هذه الكلمة. كل الجهات الحكومية من يوم الحكم الرئيس حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تطور نفسها لتصل بمصر إلى ما نريد وما نسعى إليه. يمكن هي دي البداية. احنا بنتكلم النهاردة رئيس مجلس الوزراء حقيبة الاستثمار اصبحت يعني في يده، وقال الحقيقة لان في تشابك كبير بين كل الوزارات فيما يتعلق بهذا القطاع. اليوم كمان بنشهد هذا الامر فيما يتعلق بالسياحة. استاذ مجدي، لعلها البداية فيما يتعلق بدعم هذا القطاع او تشخيص المشاكل التي تواجهه بشكل سليم. يعني والله انا من يعني انا سعدت بان وزير الماليه كمان موجود في هذه المجموعه. صحيح. لان وزير الماليه بيعرضنا لعديد من الضرائب وانواع مختلفه جدا بشكل لا تتخيله. انا لو عديت ليك الضرائب اللي بيتعرض لها القطاع السياحي وشكل يعني غير مقنع تماما، يعني ما يعني على سبيل المثال في ضريبه اسمها ضريبه التنميه. ضريبه التنميه دي بتتاخد على عدد نزلاء الفندق طول العام على اعتبار انهم جميعا بيحضروا حفلات وكاننا سينما مثلا او مسرح او ملاهي. يعني حتى شكل الضريبه كلها يعني لا ترى فيها الا انها اتاوات وضغط على الفنادق لسداد مستحقات ليسوا يعني معنيين بها، يعني ليس لهم صلة بها. طبعا جدا الحقيقة. يعني تخيل مثلا نظافة الشوارع النعم بها مجلس المدينة. تخيل حضرتك الضريبة العقارية بتحصل رسوم نظافة ومجلس المدينة بيحصل رسوم نظافة والكهرباء وجهات أخرى كتيرة بتحصل رسوم نظافة، وفي الآخر إحنا اللي بننظف وإحنا اللي بنشيل الحاجة وإحنا اللي بنتعاقد مع مقاول نظافة عشان ياخد النظافة دي ويوديها للمقال الزبالة العمومية المصرح بها مجلس المدينة. طب ده كلام ندفع لجنة فيها وفي نفس الوقت هذه الجهات لا تقدم لنا الخدمة المطلوبة. ده كلام كويس جدا سيادتك. قلت كل يعني جانب من المشاكل اللي موجودة. أنا تركت الحديث خالص عن حاجاتك تقول كل المشاكل أو جانب من المشاكل، لكن خليني أقول لك بنوع من التفاؤل وإحنا داخلين على سنة جديدة. كل سنة وحضرتك بكل خير. الأرقام بتقول إن إحنا حققنا معدلات كبيرة فيما يتعلق بالليالي السياحية وقدوم الأجانب إلى مصر. إلى أي مدى حضرتك متفائل بالمستقبل بعيدا عن مشاكلنا فيما يتعلق بالقطاع السياحي؟ خلينا نكون صريحين. انا بكلم حضرتك النهارده من اسبانيا. اسبانيا في هذا العام حققت 82 مليون سايح وحققت 82 مليار دولار. مصر السنه اللي فاتت كما يقال ويعلن انها حققت 12 مليون سايح اللي حققوا 12 مليار دولار تقريبا. يعني معنى كده ان كل مليون سايح تقريبا المتوسط حوالي مليار دولار. احنا النهارده بنتكلم على المستقبل. لما بنتكلم على المستقبل يبقى لازم قدامنا خطه معلنه. حضرتك الخطه المعلنه دي لازم كلنا نشارك فيها. صحيح. حتى التربيه والتعليم تشارك فيها، حتى مناهج التعليم لازم يكون فيها ايه هي السياحه وما معنى السياحه. صحيح. لازم نرجع حتى بالمدارس بتاعتنا ونعمل الحفلات اللي كنا بنعملها في الهرم ومعبد الكرنك والاقصر واسوان. لازم الناس تبتدي تعرف تاريخها وتحترمه. لما تحترم تاريخها هتحترم وطنها وتحترم بلدها، ولما تحترم بلدها ووطنها هتحترم السائح اللي جاي. في امور كثيره لازم تدرس الحقيقه. لازم يبقى يعني في تخصصات لازم تكون بتخدم معانا في السياحه، لازم تخصصات العلوم الانسانيه الفلسفه والاجتماع وعلم النفس والمنطق. دي علوم انسانيه لازم نحطها في الاعتبار
ان هي اللي بتحرك ضمير الامه، عم بتحرك الناس لانها تعرف بلدها وتعرف قدر بلدها وكيف تفكر كيف تعمل. ده كلام رائع جدا، ده كلام رائع جدا. على اي حال كل سنه وحضرتك بكل خير، نتمنى كل التوفيق للقطاع السياحي المصري باذن الله. بشكرك جدا الاستاذ مجدي العدسي الخبير السياحي، شكرا جزيلا. على جانب آخر، نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة شانس للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام حوالي 7260 كوب على مساحة 60 متر، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في تصريح اليوم أن شانس مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة بيعد ترويج للمتحف المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، والذي يعد من أعظم المشروعات الثقافية التي تنفذها مصر حاليا، كما يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم أثار من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني. بتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع الثورة، حسين كمال، الحرية، عمر بن الخطاب، وبتعين ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة، وبتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة. وبيشمل النظام المروري الجديد بالنسبة للقادم من مناطق الكربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة بيسلك نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة ثم شارع حسين كمال وامتدادا شارع أبو بكر الصديق في مناطق مصر الجديدة. وبالنسبة للقادم من طريق القاهرة السويس ويرغب في الوصول لمناطق الكربة بيسلك يمين شارع حسين كمال فامتدادي شارع أبو بكر الصديق فيسارا امتداد شارع المرغني فكوبري السبع عمارات فشارع المرغني فمسطح كوبري المرغني. يعني هو الحقيقة جهد كبير بتقوم به الإدارة العامة للمرور من خلال هذا المشروع الضخم اللي بيتم تنفيذه في مصر الجديدة. هذه المنطقة الحقيقة بتشهد العديد من المشروعات الكبيرة اللي الحقيقة بيتم تنفيذها في وقت قياسي، سواء كانت كباري أو طرق أو غيرها من المحاور الاستراتيجية الرئيسية في هذه المنطقة تحديدا. وده بيستوجب أن الإدارة العامة للمرور بتعمل الكثير من التعديلات المرورية علشان ما يكونش في نوع من الزحام. هتقولوا لي في زحام؟ طبعا في زحام، لان في عدد كبير جدا من المعدات بتشتغل في توقيت قياسي للانتهاء من تطوير منطقة مصر الجديدة. كل الامنيات بالتوفيق. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، هي دي المحاور الجديدة او الطرق اللي بيتم تنفيذها في منطقة مصر الجديدة. الحقيقة بيتم تنفيذ هذه المشروعات على اعلى درجة من التقنيات الحديثة، حتى الكباري بيتم تنفيذها يعني بنوع من الزخرفة المختلفة اللي بتحافظ على الطراز المعماري. ويمكن تابعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ايام كان متواجد في هذه المنطقة وشدد على يعني الحفاظ على الطراز المعماري في هذه المنطقة. طيب، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل عندنا حوار متعلق بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سلسلة من اللقاءات مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين. رئيس مجلس الوزراء هيناقش مع الكتاب والصحفيين، والحقيقة هو بدأ بالفعل مجموعة من القضايا المختلفة التي تهم المواطن المصري، وكمان استعراض للكثير من التحديات اللي بتقابل الدولة المصرية في هذا التوقيت. هيكون معنا في هذا الحوار بعد قليل الأستاذ محمد محمود عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة. بعد هذا الحوار هيكون عندنا حوار تاني أيضا، ابقوا معنا مشاهدينا بعد قليل.